السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولادي حبايبي، سنة خمسة النهاردة معنا مع درس القراءة الجديد وعنوانه الرياضة والتسامح. الدرس النهاردة من العنوان كده احنا هنتكلم عن أهمية مزاولة الرياضة وعلاقتها بقيمة مهمة جدا في حياتنا وهي قيمة التسامح. تعالوا نعرض مع بعض الدرس ونشوف. في البداية بيقول إن أسرة أمير متعددة المواهب والهوايات، بيوصف أسرة أمير إن هي متعددة يعني متنوعة في المواهب والهوايات، فأمير بيحب الرياضة، أمير هو فرد من أفراد الأسرة، وأميرة أخته بتهوى الفنون. هنلاقي إن يحب وتهوى الاتنين بينهم ترادف، الكلمتين معنى بعض، فالعلاقة دي بنقول عليها ترادف، والترادف هو قيمته بيقوي المعنى وبيؤكده. يحب الفاعل هنا مذكر، فأول الفاعل ياء لأنه فعل مضارع، تهوى الفعل أوله تاء لأن الفاعل بتاع تهوى مؤنث، فبالتالي احنا بدأنا بحرف التاء. طيب، ولكن المدهش أن هذه الأسرة لها عادات عند مشاهدة المباريات الرياضية ربما لا تكون مألوفة لنا، لكن هنا حرف استدراك، المدهش يعني العجيب أو الغريب، إن الأسرة عندها عادات. معنى عادات هو ما يعتاده الفرد، العادة هو ما يعتاده الفرد أو الإنسان يعني. عند ده ظرف مشاهدة يعني متابعة أو رؤية المباريات الرياضية. ممكن العادات دي ربما لا تكون مألوفة، معنى مألوفة يعني معروفة لينا احنا. تعالوا نراقب هذه الأسرة وهي تشاهد يعني تتابع إحدى المباريات الرياضية. إحدى يعني واحدة، المذكر منها أحد. طيب، الأول نحاول مع بعض كده نستخلص من الفقرة دي فكرة ليها. أيوة، هتكون صفات أسرة أمير. الفكرة بتاعتنا على الجزء ده هتكون صفات أسرة أمير. الفقرة الثانية، تبدأ المباراة بتصافح الفريقين وتحية الجماهير. المباراة بتبدأ بتصافح، التصافح يعني التحية يدا بيد، وكمان بيحيوا الجماهير. يعلق الأب على هذا المشهد قائلا، يعلق يعني يعقب، يعقب الأب قال إن تصافح الفريقين يؤكد أن الرياضة تقوم على التنافس الشريف وأنها أساس الحب والسلام. الرياضة هي مبدأها التنافس الشريف وهي كمان مصدر للحب والسلام. أميرة بتقول إن تحية الفريقين للجماهير سلوك جميل يعني سلوك حسن. الأم وافقت أميرة على رأيها وقالت نعم يا أميرة، هذه التحية تلهب حماس الجماهير، وتلهب معناها تشعل، تشعل حماس الجماهير. الفكرة هنا هتكون أحسنتم بداية المباراة. وفي أثناء احتدام المباراة عرقل لاعب منافسة. في أثناء يعني في خلال، احتدام يعني اشتداد المباراة. أثناء المباراة بقى ما بدأت أحداثها تشتعل، عرقلة يعني منع لاعب منافسه، عمل حركة معظم الأولاد بيعملوها، ألاقي حد جاي بيجري فأروح حاطط رجلي بسرعة في طريقه. طيب إيه اللي هيحصل؟ أكيد اللي قصادي ده هيتأذي بشكل أو بآخر. تمام، طيب إيه اللي حصل مع اللاعب؟ فسقط على الأرض لأنه تصرف مؤذي من أحد اللاعبين، طبعا ده تصرف لا يليق. طيب، نلاحظ يا شباب إن الجملتين بينهم فاصلة منقوطة، الفاصلة المنقوطة ما بعدها نتيجة لما قبلها. تمام، لما اللاعب عرقل منافسه سقط، وقع نتيجة لإيه؟ لعرقلته. تمام، طيب لما الحكم شاف المنظر ده فعمل إيه؟ أنظر اللاعب المخطئ، إداله إنذار، فقام على الفور بالاعتذار إلى منافسه. اللاعب المخطئ بسرعة واعتذر لمنافسه، دي بتعلمنا أهمية الاعتذار عند الخطأ. علقت الأم قائلة، ماما عقبت على هذا المشهد وقالت ما أجمل أن نبادر يعني نسارع بالاعتذار، الاعتذار يعني التأسف عندما نخطئ في حق الآخرين.
قال الأب: هل رأيتم كيف كان اللاعب يقف أمام الحكم يداه خلف ظهره مطأطئ الرأس؟ سلوك اللاعب هنا كان غاية في الاحترام. هو أولا كان واقف إيديه ورا ظهره مطأطئ، يعني خافض، جميل، فهو خافض رأسه كده وبيسمع لكلام الحكم بمنتهى الاهتمام والاحترام. فده بيعلمنا كمان احترام الحكم واحترام قواعد اللعبة أو قواعد المباراة. الأم قالت إن الرياضة تعلمنا احترام القواعد والقوانين، فهنا دي أهمية الرياضة، إن هي بتعلمنا احترام القواعد والقوانين. وتستمر الأسرة في مشاهدة المباراة ويجذب انتباه الجميع. يجذب يعني يشد، معنى يجذب يشد، وعكسها ينفر. يجذب انتباه الجميع احتفاظ أحد اللاعبين بالكرة لوقت طويل وعدم تمريرها لزملائه، وقد نتج عن ذلك أن اختطفت الكرة فأحرز الفريق الآخر هدفا. لما أحد اللاعبين احتفظ بالكرة لفترة طويلة أو لوقت طويل، الكرة اتخطفت ما بين رجله، فالفريق التاني اللي هو الفريق المنافس أحرز هدف، يعني سجل هدف، فهو كده عالي بنقطة عليهم. ليه؟ صح، لأن اللاعب ده تصرف بأنانية، والرياضة الجماعية بتحتاج لتعاون أفراد الجميع. طيب، العنوان بتاع الفكرة بتاعتنا هتكون خطأ واعتذار. هنا علق الأب إن أهم ما يميز الرياضة الجماعية تعاون أفراد الفريق. أهم ميزة في الرياضة الجماعية هي تعاون أفراد الفريق. وقد أخطأ اللاعب عندما احتفظ بالكرة لوقت طويل، ده كان خطأه، احتفاظه بالكرة لوقت طويل جدا. الأم قالت إن التعاون في أي مجال يحقق النجاح. لما يبقى فيه تعاون، يعني اتحاد في أي مجال، يعني في أي ميدان من ميادين الحياة، بيحقق النجاح، بنوصل كلنا للنجاح. انتهت المباراة وفاز أحد الفريقين، ولكن الجماهير اشتبكت، يعني التحمت مع بعضها، وأحدثت خسائر كبيرة. وهنا أغلق الأب جهاز التلفاز وقال إن التشجيع لا يكون بالاعتداء على الآخرين. ما يكونش التشجيع إن أنا أعتدي على حد أو أبوظ حاجة حد. ليه؟ لأن الرياضة مكسب وخسارة، يوم أنا كسبت تاني يوم ممكن أخسر، إيه المشكلة؟ تمام، عندي هنا مكسب وخسارة، بينهم تضاد، صح؟ والتضاد قيمته بيبرز المعنى ويوضحه. الفكرة هنا هتكون ميزة الرياضة الجماعية. الأم قالت: أرى، يعني أجد أو أعتقد، أن السبب في هذه المشاجرات، يعني المشاحنات، معنى المشاجرات المشاحنات، السبب أن الجماهير لم يتقبلوا الهزيمة بروح رياضية. جماهير الفريق المهزوم لم تتقبل الهزيمة، وكمان جماهير الفريق الفائز بالغت في التعبير عن فرحتها. ما ينفعش ان انا بالغه، يعني اكثره، ما ينفعش ابالغ في تعبير عن الفرح واللي قدامي متضايق، ده نوع من انواع عدم الاحترام. طيب، فينبغي ان نعبر عن الفرحة بالفوز في ادب. ينبغي يعني يجب، ولا بد أن نعبر عن فرحتنا بالفوز دي في أدب، لمراعاة لمشاعر الآخرين، لأن أنا في يوم ممكن أكون مكانه، فأحب إن اللي قدامي برضه يكون عنده مراعاة لمشاعري. الفكرة هنا هتكون سبب التعصب ونتيجته. الأب: إن كثيرا من الجماهير لا يمارسون الرياضة، معنى يمارسون يعني يزاولون، ولهذا نجدهم، يعني نلقاهم، يثيرون الشغب عند الهزيمة أو النصر. فالرياضي الحقيقي يتحلى، يعني يتصف أو يتسم، بالأخلاق الكريمة، فلا يخاصم منافسه ولا يعتدي عليه، ويسعى إلى الفوز بنزاهة وشرف. هو بيسعى، يعني بيحاول ويجد ويجتهد لغاية لما يوصل للفوز. هيفوز إزاي؟ بالغش؟ بالخداع؟ لا، بنزاهة وشرف. وعندي هنا نزاهة وشرف بينهم، أحسنتم، ترادف بينهم، ترادف. الفكرة هنا هتكون الرياضي الحقيقي. ملخص الدرس يا شباب، إن الدرس كان بيتناول مشاهدة أسرة أمير لإحدى المباريات، وتعليقات الأسرة
على هذه المواقف اللي حدثت أثناء المباراة. التعليقات كانت تربوية جدا، لأن هي هدفها تربية أولادهم على مواقف صحيحة فبيشجعوها، ومواقف خطأ فبيقللوا من أهميتها وبيفندوها لأولادهم، بحيث أنه حتى مشاهدة المباراة دي يكون فيها نوع من أنواع التهذيب لأولادهم. المشهد الأول، أبدت الأسرة إعجابها بتصافح الفريقين في بداية المباراة، حيث أنه يؤكد على مبدأ التنافس الشريف وأن الرياضة أساس الحب والسلام. المشهد الثاني، لم يعجب الأسرة احتفاظ أحد اللاعبين بالكرة لفترة طويلة، مما أدى لاختطاف الكرة وإحراز الفريق الآخر هدفا. المشهد الثالث، بعد انتهاء المباراة اشتبكت الجماهير وأثاروا أعمال الشغب لافتقارهم للروح الرياضية بسبب عدم ممارستهم للرياضة. هنا بعض المواقف مصورة، اعتذار أحد اللاعبين لمنافسه عندما عرقله، احتفاظ أحد اللاعبين بالكرة لفترة طويلة مما أدى لاختطاف الكرة، وإحراز الفريق الآخر هدفا. فكر الدرس مجمعة: رقم 1، صفات أسرة أمير. رقم 2، بداية المباراة. خطأ واعتذار. ميزة الرياضة الجماعية. سبب التعصب ونتيجته. الرياضي الحقيقي. طيب هنعمل هنا شبكة المفردات لكلمة الهويات. الهويات دي ممكن تكون ايه؟ رقم 1، كرة القدم. رقم 2، السباحة. رقم 3، العزف. 4، الرسم. طب يعني ايه اصلا هويات؟ الهويات هي اشياء محببة للنفس. هنشوف خريطة الكلمة لكلمة مطقطق. مطقطق معناها خافض، النوع اسم والمضاد رافع. وقف اللاعب المخطئ مطقطق الرأس أمام الحكم. خريطة الكلمة لكلمة نبادر. نبادر معناها نسارع، النوع فعل مضارع ومضادها نبطئ. ينبغي أن نبادر في المذاكرة حرصا على التفوق. مين شاطر يعرب لي كلمة حرصا؟ احنا خدناها المرة اللي فاتت في النحو. أحسنت، فعلا برافو. مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، صح، برافو عليك. هنا هنشوف الدرس في سؤال وجواب: بما تبدأ المباراة وماذا يؤكد ذلك؟ تبدأ المباراة بتصافح الفريقين، ويؤكد ذلك أن الرياضة تقوم على التنافس الشريف وأنها أساس الحب والسلام. وضح قيمة تحية اللاعبين للجماهير. تحية الجماهير سلوك جميل وتلهب حماس الجماهير. ماذا حدث عند احتدام المباراة؟ في أثناء احتدام المباراة عرقل لاعب منافسه فسقط على الأرض. ما تصرف الحكم مع اللاعب المخطئ؟ وما تصرف اللاعب؟ أنظر الحكم اللاعب المخطئ. اعتذر اللاعب المخطئ على الفور. متى يبادر الإنسان بالاعتذار؟ نبادر بالاعتذار عندما نخطئ في حق الآخرين. ماذا تعلمنا الرياضة؟ الرياضة تعلمنا احترام القواعد والقوانين. ما الذي جذب انتباه الجميع وما نتيجته؟ جذب انتباه الجميع احتفاظ أحد اللاعبين بالكرة طويلا وعدم تمريرها لزملائه، والنتيجة أن اختطفت الكرة وأحرز الفريق الآخر هدفا. اذكر ميزة الرياضة الجماعية. أهم ما يميز الرياضة الجماعية تعاون أفراد الفريق الواحد اللي بيؤدي في الآخر للفوز. بين قيمة التعاون. التعاون في أي مجال يحقق النجاح. متى تثير الجماهير الشغب وما سببه؟ تثير الجماهير الشغب عند الهزيمة أو النصر، لأن أكثرهم لا يمارسون الرياضة.
بما يتصف الرياضي الحقيقي؟ الرياضي الحقيقي يتحلى بالأخلاق الكريمة، فلا يخاصم منافسه ولا يعتدي عليه، ويسعى إلى الفوز بنزاهة وشرف. أشوفكم على خير في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.